السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان طابت اوقاتكم جميعا بكل خير واهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وبدايه النهايه. واليوم قطار بدايه النهايه يصل الى محطه هامه جدا. عزيزي المشاهد هل سمعت من قبل عن الحرب العالميه الاولى؟ نعم. الحرب العالميه الثانيه؟ نعم. ولكن هل سمعت عن الحرب العالميه الثالثه؟ قد يتبادر للأذهان أن هناك حرب عالمية ثالثة ولكن هل تأكد لنا قيام هذه الحرب؟ اليوم نفتح معكم الحرب العالمية الثالثة. من أطرافها؟ كيف ستكون؟ كيفية القتال في هذه الحرب؟ لمن الغلبة في هذه الحرب بعد الوصول إلى محطات هذه الحرب؟ لأن أيضاً لهذه الحرب محطات نتوقف عنها أو عندها اليوم. نبحث هذا الملف ونتوقف عند هذه المحطة الهامة جدا مع صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أحد علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي الكبير صاحب الفضيلة أهلا ومرحبا بكم الإعلام الكبير أستاذ ندباني حياك الله وبارك فيك شكر الله لكم آه. واليوم نفتح معا ملف غاية في الأهمية نعم إن كنا نتحدث عن أشراط الساعة سواء كانت أشراط كبرى أشراط صغرى أو علامات كبرى أو علامات صغرى اليوم الحرب العالمية الثالثة، نعم لو توقفنا عند المصطلح ودلالة المصطلح عالمية م. أي أنها تحوي دولا م. تحوي أقطارا م. أم عالمية بكونها أنها حدث عالمي يمكن أن يكون بين دويلة ودويلة أو دولة وأخرى في البداية م. فقط للتوضيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه صلى محمد صلى وسلم جزاك الله خيرا على هذا التوضيح جدا لكن حينما نقصد يعني باللفظة الحرب العالمية قصدنا أن الحرب تقوم بين دول كثيرة وعديدة أو بمعنى آخر هذه الحرب يندفع إليها وفيها كثير من الأقطار والأمصار والبلدان والدول والدويلات إلى آخر هذه الأمور تمام ما بالك لو قلت إن هذه الحرب ستحوز استقطابا عظيما بمعنى م. أن الروم يستقطبون من معهم من أبناء أوه. عقيدتهم وممن كره خصمهم أوه. وأن المسلمين جميعا يستقطبون عدو عدو صديق أي نعم محبيهم أوه. ومن كان يمقط الطرف الآخر وتعلم تماما يا أستاذ هاني أن بالنسبة لعدد السكان على ظهر البقيعة الآن أوه. نرى النصارى هم رقم واحد في العدد بمعنى أوه. أن الديانة النصرانية تمثل أوه. الرقم واحد في العدد على ظهر الكوكب الارضي. هي الديانه الاولى بالفعل آه على كوكب بالنسبه لعدد السكان مم. وتليها الديانه الاسلاميه، تليها مم. الديانه الاسلاميه، ما بعد ذلك لا هناك فجوات واسعات يعني بالنسبه للعدد فلا يعدي بعد المسلمين حتى بما في ذلك اليهود اه طبعا قلة جداً, جداً, جدا فما بالك من الاطياف الاخرى والديانات والمذاهب <applause> <والمزال تصفيق> ولذلك هنا هنا يعني هناك توقف عند مم. يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلى <applause> <اللي> الذي <applause> اخبرنا عن ان سيكون هناك بين المسلمون والروم هدنه ثم سيكون هناك غدر آه من نعم. الروم اي نعم اه هل يعني هذه تعد دلاله من دلالات قيام الحرب اللي ايضا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم. يكون يعني نعم. مليون او قليل عن المليون مم. في جيش الروم ضد المسلمين اي نعم دعني اقول لك ان المعركه ستكون بين المسلمين وأنصارهم وبين هؤلاء الروم وأنصارهم على ظهر الكوكب الأرضي م. لذا فهي حرب عالمية بكل المقاييس تعال ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام البخاري في م. صحيح يقول أعدد ستا بين يدي الساعة أعدد م. ستا بين يدي الساعة من ضمن الستة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر هم الروم. الروم هدنة يبقى م. الأمر هو هدنة ما فيش قتال ولا حرب هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم فيغدرون يعني بعد الهدنة يحدث الغدر فيأتونكم تحت ثمانين غاية ثمانين غاية والغاية معناها الراية معايا ازاي تحت كل غاية يعني تحت كل راية من العدد قد ايه اثنى عشر الف اثنى عشر الف يبقى اذا العدد اللي هيأتوا به لقتال المسلمين في